زميلنا زبير العياري. الو سي زبير. صباح النور، صباح المحبة والإيمان. مرحبا بك سي عبد المجيد، ومرحبا بكل السادة المستمعين أوفياء أوفياء الحياة اف ام، ولا الثقافة والموسيقى نصيب في إذاعة الحياة، بما أن اليوم نعيش المهرجان الجهوي للموسيقى في الوسط المدرسي، المؤسسات التربوية، انفتاح على المجال الثقافي وتشجيع التلاميذ على تعاطي الموسيقى أو المسرح أو غير من أنشطة الثقافية. حابين ناخذ فكرة اليوم عن اليوم الجهوي للموسيقى. انضم إلينا الأستاذ علي المسعدي وهو المندوب الجهوي للتربية بالقيروان. أستاذ العزيز مرحبا بك. اليوم ما شاء الله اليوم يوم فني بأتم معنى الكلمة، تشجيع التلاميذ على تعاطي الموسيقى وغير من أنشطة ثقافية. شكرا لك، تحية لك، تحية زميلي عبد المزيد. أهلا سي علي، على السلامة. تحية لك وتحية سي حوالك يا سي علي. يعيش، مرحبا بك، منورنا يا خويا، منورين بوجودكم. اسمع، القيروان تنبض فنا وجمالا، وكل المؤسسات التربوية تبارك الله، ملتقيات من الذيبات إلى اليوم معايا ابن هاني يا سي علي في الاستوديو. أي ما شاء الله. ومشروع كبير برشا برشا، جاوني أساتذة وتلامذات والسيدة المديرة، وهو حلم نرسم ملامحه. وبفضل سيادتك وبفضل دعمك ان شاء الله سيدي. عبد المجيد، انا قبل من الطلاع على البرنامج مدرسة عددية ابن هنا، نحب نحيي كافة حضروا معاك زملائك الاساتذه، السيدة المديرة تلامذة، وعندهم كل الدعم لانجاح كل نشاط. برافو، تصفيقه امنه، تصفيقه كبيره، تصعتيني تصفيقه كبيره 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 على الاستعداد الكبير برشا. صباح النور سي علي. كل الدعم بما فيها كل البرامج الشيخ الترحو، انا نتكفل بالدعم والوقوف معاهم والحضور، وايضا نقدم معاهم حتى الافكار اذا كان الزملاء اللي كان في حقنا بالجانب هذايا، ان شاء الله نعاونهم في الاتجاه هذا. يقيني سي علي بالاستعداد هذا منقطع النظير من سيادتك، وبالحرص نتاعك وبالوقفه نتاعك نعرفها، وبتجربتك اللي نعرفها، وبما يسكنك من احلام في الجهه، سنحقق الكثير في زمن قليل قصير ان شاء الله. حول الله. هذا املنا طبعا، احنا دائما الاحلام كبيره كما يقال يد قصيره، ولكن بوجود سواعد كما تلميذات تشوفيهم امامك، كما الاساتذه، كما اطار الاشراف، كما الناس كل تحرك باتجاه انجاز الهدف، اعتقد كل حلم كبير يظهر في ايدين الناس اللي عندها الحلم هذا، اللي عندها القدره على الانجاز ان شاء الله. الله يحفظك يا سي علي، يعطيك الصحه، ربي فضلك. هذه معنى القياده، القياده في الجهه، مندوب جهوي بهذه الروح وبهذا العطاء وبهذا الاستعداد وبهذه الأريحية في التعامل معه وبهذه الأبواب المفتوحة، ما يكون كان الخير في المنظومة التربوية في القيروان. لا. الموسيقى سيدي علي، ما هو تعرف البيت الشعري الشهير اللي يقول من لم يطربه العود واوتاره والربيع وازهاره فهو المزاج ليس له علاج. نعجب الموسيقى اليوم، اليوم عندنا حصص علاجيه كبيره ان شاء الله بحول الله. اليوم كلنا نتكلم موسيقى في القيروان باعتبار تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي، بمشاركه 14 مؤسسه تربويه عدديه ومعاهد وكثير ايضا المنتخب الجهوي للموسيقى. اليوم الاضافه اللي تعملت اليوم سي عبد المجيد في القيروان وخاصه في الملتقى الوطني في هذه الدوره، اليوم ان انطلقنا في المهرجان، او هو مهرجان في حقيقه وملتقى، بمنتخب الاساتذه المشرفين على نوادي الموسيقى. هم كونوا منتخب سي علي؟ هم كونوا منتخب وقدموا معناها روائع جدا. أنا أقول أنك لو أنك سمعت لغبتني في حضوري في غيابك. على كل حال أنا سأطلع الفريق الذي ذاعت حياة فهم سينقل لي بالتفاصيل ما حدث، وإن شاء الله نستضيفهم زملائنا ذوما، نستضيفهم لنقول لهم شكرا جزيلا. برافو. رسالة جميلة، رسالة حلوة مزيان. كيفاش الأسلوب الأستاذي اللي هو منشط نعم نادي الموسيقى يتحول إلى يوري الطاقة نتاعها، وكان تفاعل جمهوري كبير جدا من التلاميذ الحاضرين، اللي هو اليوم يمس النشاط بالاستدعاء على الاقل اكثر من 300 تلميذ، ولكن بالحضور احنا متوقعين اكثر من الحضور هذايا. حاولنا لوجستيا نامنوا سي عبد المجيد في اطار الحديث تحدثنا فيه سابقا معك ومع كامل زملائنا في مختلف الاذاعات. نعم. كنا عندنا عزيمه، عندنا حرص، عندنا رغبه في انجاح العمل، معناها لحظه سمحني ماني عندي جانب التنشيطي سمحني مش تعدي لك، انا استاذ سي معز هو سي معز الخشين احد فرق اي احد فرق احد المساهمين في الـ في الـ في الطريق الاستاذي، واني استغليت جانب التنشيطي السابق اللي تعرفه فيا باش يعطيك هو كلمه، لانه هو حقيقه مشاركه كانت متميزه جدا، اداء رائع. اكتشفت سي معز في جانبه، لما تشوف فيه يعزف على الاله
اللي هو يتقنها كثيرا. اسلام دروخين شافوا الاستاذ يغنوا، اعتقد ان ثم 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 تجاوب في برشا ان شاء الله يكونوا حاسسين حتى على مستوى الجمهور. او سي معز ما يعطيك الصحه سي معز، سي معز الخشين، سي معز الخشين استاذنا الجليل. اهلا صديقي، اهلا 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 سي معز، رجعتنا لك الاجواء نتاع المنتخب الجهوي يا سي معز. اي النجاحات تبارك الله وك الماضي الجميل ان شاء الله ديما نواكبوا. احنا الله غالب احنا دمنا صغيرات. اي نعرف هذا جيدا، صغيراتنا وتعرف سي عبد المجيد انت وتعرف الاجواء نتاعنا والحمد لله نفرحوا كي راهو صغيرات. شنو هي البادره هالنقشه هذيا اللي عملتها انت اليوم هذيا؟ شنو هو التلويعه المزيانه هذه اللي عملتها يعني منتخب الاساتذة؟ هي الحقيقه الفكره، فكره مش فكرتي انا، باش نكونوا واضحين، فكره فكره الاداره والجميع معناها ما شاء الله اللي يعملوا منتخب نتاع الاساتذة المشاركين في المهرجان حبوا يلموا معناها يوريوا الصغيرات كيفاش كيما هما يعرفوا الاساتذة مش تعرض قدامهم، والحمد لله تعدى عمل نظيف وعرض نظيف وصغيرات. قداش كان ثمن من عنصر يا سي معز في العمل هذا؟ حتى سيد المندوب خلينا طلبت صوره معكم جماعيه باش تقعدوا طبعا ما لا والله عدد الاساتذه المشاركين مش الكل، ما تقريبا حكيت 12 13 نفر ممتازه جدا. هو اوركسترا كبير برشا لا ان شاء الله في المرات القادمه مش تولي 30 و40 استاذ. برافو برافو، الله مش نخمو في مشروع. اي ماله سي معز تبع الجهه الاساتذه الكل بحول الله تشارك فيه ونوليو نشاركوا في الملتقيات الوطنيه والجهويه. نعم كل افتتاحيات لكل برافو مع الاساتذه وقدام تلميذاتنا بالطبيعه باش نشجعوا الصغيرات ورانا خاطر هما اللي ورانا. وربي يبارك لك سعد. يعطيك سي معز، سي معز اعطيني فكره على لجنه التحكيم. لجنه التحكيم سي حاتم دربان متفقد ماده التربيه الموسيقيه. تحيه لي. اي تحيه لي ومع مدام حميده الحليوي. حميده الحليوي مديره المعهد الجهوي الموسيقي. مديره المعهد الجهوي غنيه على التعريف. نعم. وهي وسي حاتم الفنيه الحقيقه. اي. وربي يبارك للجميع. او سي رياض يحب يقول كلمه معك. هات لي سي رياض. سي رياض اي طبعا. اي تفضل. صباح النور. رياض عبد العزيز العلاني. اي نعم صح. هاك الاسم الثلاثي اللي تحبه انت عاد. ربي يفضلك ربي يفضلك. صديقي العزيز الباهي، شنو جاو عاملينه في غيابي؟ انا حبيت تكون موجود عبد المجيد. ما عندي مباشر، هاني نخفيك. باش نكمل ماضي ساعة كان خلطت على حاجة باش نجي مباشرة للمركب الثقافي. استدعانا سي علي بحذق هذه الإذاعة. اي مرحبا. سلطة هذه الأساتذة اللي عملوا اي طبعا طبعا. ونعدي وبزة صغيرة بحذق على الهواء. حاضر حاضر تتفضلوا في كل وقت. ربي والله مرحبا. شكرا لك. يعيشك يا سي رياض. شكرا لك. اسمع سي رياض برافو عليك، ما حبيت نعطي تحية لأساتذة الموسيقى في القروان. تحية كبيرة ليكم. تقدموا فيه حاجه كبيره. انا كي نشوف نهار لحد الصغيرات، واحد يهز كمانجا وواحد يهز عود وواحد يهز اورج والاخر معنا قانون، والمدينه مدينه القيروان مزينه بك الصغيرات اللي يحملوا الالات الموسيقيه. انتم تعطونا ليماج دو مارك، تعطونا بصمه القيروان فني اللي هي قيروان الفن والجمال. ربي يجزيك خير وشكرا لك. ربي يخليك، شكرا جزيلا. تحيه كبيره 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 ليكم ولاجواءكم الحلوه الباهيه في المركب الثقافي سد بالفرات. ربي شكرا لك. ربي شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. سي عبد المجيد حبيت زبير حبيت نشير اني اليوم لقيت منافسه شديده. كيفاش المنافسه؟ كيفاش سيدي؟ السيد المندوب هو اللي قاعد يقدم يقعد يقدم الاساتذه في التنشيط يعني. يا سي زبير راهو سي علي المسعدي اولا وقبل كل شيء راهو كان عنده برنامج اذاعي في اذاعه التطاوين، ساعه هو مذيع مذيع ومنشط وكيفيات متعدده، هذاك علاش احنا ربحناه كل مره يعطينا. مازال ما التحقش بنا في الاذاعه باش يقدم لنا فقره. ان شاء الله يجي بحذانا. ان شاء الله يجي حذانا. مرحبا به. يجي بحذانا. او كلمه الختام بطبيعه الحال مسك الختام يكون مع سيد المندوب في هذه التظاهره، هذه التظاهره التلمذيه، هذه التظاهره اللي حقيقة أننا قاعد نشوف في مواهب وفي براعم شابة صغيرة عندها مستقبل كبير برشا. هم الأساتذة وفقوني الرأي اللي عندنا أصوات، إذا ما وجدت التأطير الفني بطبيعة الحال مش يكون عندها شأن عظيم. إذا خلينا نختموا اليوم هالمداخلة هذه مع سعدي. تفضل سعدي. شكرا لك. تحية لك. ذلك هذا ليس ما يمكن أن يقال بعد قول الأساتذة. ذلك أنا اختصر وأوجد وكانت مداخلاتهم في تفاعلهم. إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا. احنا اليوم يتواصل نشاط كامل اليوم إن شاء الله في زواري تابع حتى لآخر التوقيت من اليوم معناها الإعلان عن النتائج اللي هو احنا اكدنا في كلمه المداخله قلنا السلام لكلكم راكم فايزين يعني المشاركه تعتبر فوز، ولكن دائما لابد من اختيار افضل ما عندنا باش كي ندخل نتعدى المنطقه الوطني للموسيقى بالوسط المدرسي تكون عندنا مشاركه ونحلم بالطاقات هذه ان يكون عندنا جوائز ترتيب جيد على المستوى الوطني.
ان شاء الله. شكرا جزيلا، ان شاء الله بالتوفيق سيد المندوب الجهوي للتربيه بالقيروان الاستاذ علي المسعدي. جوك كبير في ولايه القيروان بالنسبه الى، والله جو كبير حقيقه، مبادره تحرك المبادره وتحرك الانفس وانطلقت الاحلام عاليا والسواعد والاذهان بصدد الاشتغال على احسن ما يكون ان شاء الله نبلغ يعني امانينا واهدافنا بيسر. سي علي بارك الله فيك، يومكم سعيد، تحية لكل المستمعين. يوما سعيدا مستمعينا الكرام، هذه اجواءنا ذات حيت فام. مازال مش نتقبلوا مكالمه هاتفيه من زميلنا سي عبد الحميد السالمي. سي عبد الحميد السالمي من المدرسه الابتدائيه عين غراب، ثم التظاهره حلوه حلوه حلوه، تبعتين عليها التفاصيل. نبقى ونرجعوا للاستوديو في انتظار المكالمه الهاتفيه. استاذه سندس كان معنا السيد المندوب الجهوي للتربيه على المباشر. صحيح. ووعد بوعود ووعدتي انت بوعود ايضا. والله الجميل انه صادف انه سي علي المسعدي يلتحق بالمندوبيه الجهويه على راسها معنا في السنه الدراسيه هذه الحاليه، وصادف زاد اللي انا وليت مدير على راس مؤسسه. حتى كان التحقت انت قبل سي علي المسعدي، مشتاق لي سي عادل الخالدي، راجل طيب برشا. صحيح وخدم برشا ويشجع ياسر، تحيه ليه بالمناسبه. تحيه ليه سي عادل الخالدي، هو الحقيقه عمل اضافات برشا للانشطه الثقافيه اللي سي علي هكا وعدك وعد صريح. صحيح وواضح، قالك لن ندخر جهدا في شد ازركم بشرط المبادره تنطلق من المؤسسه التربويه. طبعا أنا طبعا نقول لك حاجه استاذه سندس، في وقت من الاوقات في مصر الابتدائيه الفليليه نصر الله، فليليه نصر الله، جاتنا مراسله للمندوبيه يقولوا فيها تشكيات يعني من ضعف الحال وقله ذات اليد واهتراء البنيه التحتيه. مشيت انا وقتها كان معايا سي عبد العزيز الشريف يذكره بالخير، هو يمثل التعليم الابتدائي ويمثل الحياة المدرسية. أول سؤال سألته للسيد المدير سي حبيب بلغوثي، نقدم له تحية كبيرة، توا هو المعتمد الأول في ولاية صفاقس. قلت له إيش عملتوا أنتوما؟ أنتوما كأسرة تربوية ماذا قدمتم؟ حتى إذا ما عدتوا إلى السيد المدير الجهوي للتعليم، وقت كان يتسمى مدير جهوي مش مندوب، ونقول له راهو ها مش قدموا الزملاء وأنت إيش باش تكمل؟ وبالفعل كانت الانطلاقة بتبرعات من يعني من الاطار التربوي في المدرسه الابتدائيه من مساد المعلمين، تحيه لهم كبيره. لكن تعرف فين وصلنا؟ في عام وصلنا حتى قريب 45 مليون ان شاء الله نفقات على المؤسسه التربويه. كيف كيف ابن هاني اذا كان حبها تكبر وحبها معناها الحلم هذا يتحقق، اللي تحدث عليه الصغيرات ويتحدث عليه بعد حين، تحدث عليه الاساتذه وممثلين في زميلنا سي هشام الطاوي اليوم وفي سيادتك انت مديره المؤسسه التربويه، يلزمنا خطوات داخليه. صحيح. نحن ايش عندنا؟ نحن فيش مدين يدينا؟ ايش نجموا نقدموا؟ ايش نجموا نعملوا؟ المحيط ثم وليف وقت من الاوقات عمل صيانه للطواول وللكراسي في المؤسسه التربويه بمبادره شخصيه منه هو، فرديه شخصيه. اذا كان ولي واحد ينجم يعمل هكا، وهو معنا سي حميد المجري توا في الكواليس باش يدخل معنا بعد شويه، هو يمثل اولياء. تو نحكي الولي ايش ينجم يعمل فالمؤسسه هذه باش تسترد انفاسها وتسترد القها. معنا المكالمه الهاتفيه جاهزه. الو الو، استاذنا الجليل سي عبد الحميد السلمي، نعتذر منك عن التاخر في الاتصال. ما يسالش، باهي تحية إليك سي عبد المجيد. هيا سيدي لك المزدح أخويا، هاك الجو الحلو المزيان. ثم أجواء، ثم أجواء منعشة. تحية إليك سي عبد المجيد، وصباح الأمل والفرح إلى كامل الفريق الذي من حولك وإلى كل السادة المستمعين الأوفياء لإذاعة حياة فام. أستاذنا العزيز، نحن سيدي الآن في ساحة المدرسة الابتدائية بعين غراب. نعم. الواقعة بالجنوب الغربي من معتمدين حفوز، ما شاء الله، هي مؤسسة تربوية بمنطقة قد تكون بعيدة عن عدسة المنظار وبوصلة الاهتمام، ولكنها تطل على صور جميلة أبدع الخالق في رسمها، ما شاء الله، تتجلى في عناق لسيول مياه واد مرقليل بين أحضان سد لوارب، ايه، دون أن يحجب عنا مرتفعات جبل ترزة شامخة بأعشابها الطبية. الآن سي عبد المجيد بدأت معزوفة لسمفونية البهجة والفرح على ملامح كل التلاميذ والأولياء، ما شاء الله، لأن المكان خرج عن طمته المعهود، فالشرارة انطلقت من الحضانة المدرسية أكاديمي كيدز تي دي لتحمل معها قافلة خيرية تنشيطية لفائدة أطفال المدرسة الابتدائية عين غراب من معتمدي حفوز، ما شاء الله، بمشاركة العديد من النوادي والجمعيات ودور الشباب والثقافة لتصنع أمام الحاضرين أحلى البصمات الموسيقية والترفيهية والثقافية.
سي عبد المجيد لو وشعار شعار سي عبد الحميد لكي ننعم بشتاء دافئ. هكا شكر نعم. الشيحاوي بعثني له المعلقه تو يهبطها. نعم. لكي ننعم بشتاء دافئ، دافئ في المشاعر ودافئ في 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 الجسد. تبارك الله ما شاء الله مبادرات حلوه. تفضل سي عبد الحميد. نعم سي عبد المجيد لو سمحت وقبل ان امرر كلمه للاستاذ الضيوف. نعم. الذي معنا هناك ملاحظه قد عززت حضورنا واحس معها بالفخر هو تشريفنا بتغطيه هذا النشاط من خلال اسم اذاعتنا المتواجد على اللافته الاشهريه لهذه المناسبه. وانت لها يا سي عبد الحميد انت شكر. يا سي عبد الحميد انت تضفي البهجه. نعم. راك تضفي البهجه على كل تظاهره، يعني تزيدها من الموجات الايجابيه. شكر وتقدير للجميع سي عبد المجيد لهذا ليعزز ويدعم وجودنا في مكان بربوع مدينه حفوز لنشاركهم كل مشاغلهم وفرحهم. بالمناسبه نحن اليوم زاد احتفلنا بحضور يعني كفاءات واطارات يعني في القطاع التربوي، فتشرفنا بالحضور السيد الحبيب العدلاوي متفقد الشباب والطفوله نورنا زاد على النبي، السيد منير الدبيشي رئيس مصلحه التفقد والارشاد، وطبعا ستكون معه الزبده الانسه تقوى البحروني مديره الحضانه المدرسيه اكاديميتيس. اول ما مروا الكلمه الى صديقنا واخونا سي الحبيب العدلاوي هو معك. سي الحبيب. الو. استاذنا وصديقنا وحبيبنا. صباح الانوار سي عبد الله. اجمل صباح الاحلى سي الحبيب عبد اللاوي متفقد الطفوله المتميز الذي لا يتاخر بالمره عن دعم هذه المبادرات الرائعه والدفع بها الى الامام. شكرا شهاده اعتز بها منك فعلا. يا عبد المجيد حقيقه انا نعرفك جيدا سي الحبيب. شكرا لك وان شاء الله ديما متالق يا ربي وان شاء الله ديما حياه افهام متالقه. اليوم نحن نعيش اجواء احتفاليه مع التلامذه في مدرسه ريفيه في عين غراب، وجود المكتبه العموميه المتنقله نادي اطفال المتنقل، جمعتها حضانه مدرسيه بحفوز في جو احتفالي وبهيج قبل الانطلاق في الامتحانات. كما تعرف الفتره الجايه فتره امتحانات، قبل ما ينطلقوا في الامتحانات رات انه تعملهم يوم تنشيطي مميز من اولياء من اطفال حاضرين في انشطه مختلفه في ورشات مختلفه في نوادي مختلفه. ما شاء الله المكتبه العموميه المتنقله افواج يطلعوا اطفال ويعبدوا اطفال وفي معانقه الى الكتاب والقصه، ومشكورين جدا الاطراف الكل، المدرسه زاده والاطارات التربويه والمشرفين والمدير المشرف مشكور جدا زاده على التعاون نتاعو. دونك هكذا نحن نريد ان تجتمع كل الاطراف وكل الهياكل ذات الصله من اجل اسعاد الطفل، وهذه هي غايتنا الاولى والاخيره. سي الحبيب. نعم. يبدو انه يعني في غياب ارضيه الحب والعشق لاي عمل ننجزه لا يمكن ان يتحقق المأمول إلا بهذا الدفع الوجداني الكبير. يعني سي الحبيب العبدلاوي متفقد الطفولة في يوم أحد يتنقل من مقر سكنه من بوحجلة أو من مدينة القيروان مقر العمل نتاعو ربما إلى عين غراب المنطقة الجميلة الرائعة، يعني المدرسة الواقع على مرافق سد الهوارب المزيان، ويتنقل يوم أحد يعني هذا كل حب وغرام ودفع الى الامام وعشق للمهنه وعشق للطفوله وعشق للحياه. وبارك الله فيك يا سي الحبيب، والله يعطيك الصحه. انا حضرت معك عديد التظاهرات صدقا ان كرون برافو. ربي يبارك لك وهذا نعتز به منك ويعطيك الصحه، ونحن سعاده الطفوله هو اللي حركنا وعشقنا للعمل وعشقنا لاطفال تونس، هذيك هي الحاجه اللي تخلينا ديما فرحانين وديما متفائلين. ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله تونس ديما مزيانه وديما امنه ودائما ناجحه ان شاء الله يا رب. مش نعدي لك سي منير الدبيشي. سي منير الدبيشي تفضل. وان شاء الله ربي يوفقنا جميعا، وشكرا لك سي عبد المجيد مره اخرى والف تحيه. عفوا عفوا عفوا. شكرا. الاستاذ منير الدبيشي. مرحبا بك سي عبد المجيد. صديقي العزيز بي. المربي الفاضل الرياضي الفنان سي منير الدبيشي، يعني من يعطيك الصحة. مش غريب عليك يا سي منير، مش غريب عليك. تحية ليكم انتم مندوبية الجهوية للطفولة والأسرة بالقيروان. أكيد احنا ديما منفتحين في إطار معناها انفتاحنا العديد من الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، احنا نشارك معناها ديما باستمرار في الأنشطة والبرامج هذه اللي تسعد الطفل في مختلف المواقع.
شنو نوع الأنشطة سي منير اليوم في المدرسة الغراب؟ احنا مشارك اليوم باعتباري اني عضو ناشط في جمعية اطفالنا المكتب الجهوي بالقيروان. أيوة. جمعية اطفالنا بالمكتب الجهوي بالقيروان، مهم للغاية هذا، نفس الاهداف ونفس الغاية. احنا نشارك اليوم في الحملة والقافلة الخيرية التنشيطية. نعم. نسعى من اجل رسم الابتسامة على وجوه أطفالنا في مختلف المناطق اللي هما في حاجة لمثل هذه الأنشطة، وفي حاجة للاهتمام، وفي حاجة أنه نشاركوهم فرحتهم. إذن احنا متواجدين اليوم في إطار عمل مشترك مع أكاديمية كيد تيتي وجمعية أطفالنا ودار الثقافة حفوز ونادي المتنقل حفوز والمكتب المتنقل في القيروان، وأيضا برنامج لأني أهتم تابع ديني الشافعي. هالبرنامج هذا هو برنامج معناها متكامل من أجل أنه نساعدوا أطفالنا ونحاولوا أنه نقدموا لهم معناها برامج وأنشطة هما في حاجة لها، من أجل كما قلت لك أنه نرسموا الابتسامة والفرحة بها باعتبار هما مستقبلنا، وإن شاء الله القادم خير. برافو سي منير. شنو نوع الأنشطة سي منير إلى جانب يعني يبدو أن هناك يعني مسألة تضامنية بالنسبة إلى الملبس أو ما شابه، نوع الأنشطة الموجودة اليوم في المدرسة؟ هو ثم موسيقى، ثم يعني ثم فنون، ثم سواء من بعد المرة الكلمة الأخت اللي معانا تقوى البحروني، الأستاذة تقوى البحروني، متفقين. شكرا لك منير، حبينا نقول لك شكرا سي منير دبيشي، شكرا جزيلا. أنت مربي فاضل وسليل، مربي فاضل الله يرحمه ويعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، والشكر إن شاء الله القادم أفضل وسنلتقي في محطات أخرى. رهان على إداراتنا الجهوية ومندوبيتنا الجهوية، رهان كبير برشا 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 في إيقاظ نبض الحياة في هالأماكن المغمورة ذي وفي هالجهات ربما نقول أنا المحرومة إلى حد بعيد، وخاصة دعم المبادرات. يعني بعض الناس لا يطلبون من المسؤول الجهوي غير الحضور للإشراف، يكثرش من هاك. أنا نعمل كل شيء، أطلب منك فقط تشرفني يا سيدي بالحضور لتثمين النشاط والمبادرة. ثم ناس عملت مهرجانات كبيرة، عملت حوايج، يقول لك أنا أطلب من المسؤول، أطلب منه أن يكون حاضرا دعما معنويا. أنتم تدعموا الدعم المعنوي والدعم المادي، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. أنه نتكلم لغة الفعل أكثر مما نتكلم لغة القول. ممزين. وشكرا جزيلا. عايش في عبد المجيد إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله. شكرا سي منير. إذن كان معنا الأستاذ منير الدبيشي رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للأسرة والطفولة. ألو؟ ألو؟ عسلامة، صباح الخير. معنا الأستاذة تقوى البحروني صاحبة المبادرة. شكرا. أهلا بك يا تقوى. صاحبة ومدير الحضانة المدرسية أكاديمية إن شاء الله بالتوفيق. النشاط هذا يا تقوى، النشاط هو قافلة خيرية تنشيطية لفائدة أطفال المدرسة الابتدائية عين غراب حفوز. نعم. بالتشارك مع جمعية أطفالنا دار الثقافة حفوز. جمعية أطفالنا بدار الثقافة بحفوز هكا ولا؟ جمعية أطفالنا المكتب الجهوي القيروان. المكتب الجهوي بالقيروان ودار الثقافة حفوز باش مشارك؟ دار الثقافة حفوز يوفرون ما شاء الله عليهم الإشارات تؤمنون الورشات. نادي أطفال المتنقل بحافوز هما زاد أمونا ورشات. عنا ورشات الرسم الحر، البراعات اليدوية، ورشة الطيفة وغيرها من ورشات التربوية الهيتفة الأطفال. ممتاز جدا. المكتب المتنقل اثنين القيروان أمونا ورشة، تحية كبيرة لهم. نعم. أعطونا من وقتهم وجاوب حلينا أمونا ورشة المطالعة. نعم. برنامج لأني أهتم، أعضاء البرنامج لأني أهتم جو بحذينا وعملنا ورشة الأولياء، أحكيهم على الأولياء للتوعية والتحسيس. ثم حضور يا أستاذة تقوى، ثم حضور الأولياء كثيف اليوم؟ مش برشا بما عندهم مشاغلهم، خاطر بطبيعة المنطقة منطقة زراعية عند المشاغلهم. المهم كل العدد القليل ينجم ينقل الرسالة على كل حال. أكيد هو توصل المعلومة الولي ولا زوز ديجا، معناها متأكد أن هالمعلومة باش تتعامل. نعم. يعني باش تولي فكرة معمة. القافلة هذه بديت في إنغراب، وإن شاء الله بحول الله باش تتعامل على كامل
احوز مدينه حافوز وولايه القيروان. بدينا بالمدرسه الابتدائيه مش تستمر الانشطه هذه ان شاء الله؟ انا ماخذ عهد على نفسي انه مش تستمر اقل حاجه على 30 مدرسه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحه برافو. اي بعدين غرابه شعلنا لله مازلنا ما بين الكل في حافوز يا تقوى الكل لا باش ناخذوا قروان احوز قروان الكل. مش تاخذوا معتمديه القروان الكل ولايه القيروان وكل مره باش ناخذوا بحكم انا في حافوز يعني كل مره باش ناخذ مدرسه ريفيه باش نشوف المدرسه الابتدائي فقط يا تقوى تخدموا مع الابتدائي فقط ولا زاد مع الاعدادي ينجم يكون عندكم نشاط؟ ينجم يكون عندنا نشاط. برافو برافو يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. هو الهدف نتاعنا اسعاد الاطفال ولازمنا نمسوا المدارس الريفية خاطر هما اطفالنا بالحق في امس الحاجة لينا في المناطق الريفية هذوم يعني شكرا. لازمنا احنا اللي نبادروا خاطر هما بالحق متعطشين لهذه الانشطة. شكرا جزيلا. عايشك مرة أخرى نشكر نشكركم سي عبد الحميد السلمي يعطيك الصحة زميلنا أنكم عطيتونا الكلمة طبعا في كل وقت مرحبا إذاعة الحياة إذاعتكم إذاعة المبادرات والموجات الإيجابية وين ثم حوايج مزيانة نحن معاكم يعيشك وإحنا وين ثم أصيل إحنا راهم متواجدين تماما. نشكر سلك التفقد والإرشاد اللي عطاوني من وقتهم اليوم شكرا جزيلا الى حبيب سيمونير الدبيشي ومدام فاطمة الجملي. مدام فاطمة الجملي تحية لها مدام فاطمة يعيشك. لولاهم هما يعني لولا اشراف سلك التفقد والارشاد انا ما كنتش نوصل الي انا فيه. برافو الحمد لله. ويعطيهم هما الصحة انهم عطاوني من وقتهم ويعطيك انت الصحة زادة اللي انت طوعت هكا وبرمجت يعيشك. نشكر اطاراتي المربين اللي معايا بالحضانة المدرسية. نعم شكرا لهم. خدمنا سيت يور سيت بالحق على برافو 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 واعطاو من وقتهم وخدموا حتى نهار لحد. شكرا نشكر شكرا. نواصلوا نواصلوا معاك ان شاء الله بحول الله يا استاذة تقوى. اعطيني سي عبد الحميد السلمي ناخذ كلمة الختام. استاذة تقوى سي عبد الحميد الو سي عبد الحميد سي عبد الحميد السلمي زميلنا اذا هو مراسل اذاعة حياة عبد المجيد. اهلا صديقي اهلا اهلا وسهلا ملا جو صحة ليك يا سي عبد الحميد. ولا والله اليوم فرحة اليوم مع بلادي والله صحة ليك الضيوف صحة ليك وزاد والله زاد تعرف بالمناسبة سي عبد المجيد اكيد تذكرك النفحة هذه نتاع هذه الاحتفالات هذه تصلي على النبي يعني بتواجدك وبنجاحك يعني في عديد المحطات التربويه اكيد ما انت مش تستحضر يعني النسمات نتاع الافراح عند صغيراتنا وعند وليداتنا وعند الشباب نتاعنا احنا اليوم نعيشوها في المدرسه الابتدائيه بعين غراب والحمد لله رب العالمين يعني وقت اللي يبتسم الطفل وقت اللي يضحك الطفل ينشرح الطفل اكيد الولي الام البو يعني زاد مش ينشرح وراء هذا النشاط المتميز وان شاء الله اكيد تو يزيد ربما يتعمم حتى في عديد المدارس الاخرى أكيد. في معتمدين حافوز. شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ عبد الحميد السلمي مراسلنا من حافوز على هذا النقل الامين وعلى هذه الموجات الايجابيه هذا النبض الحي الذي ياتينا من ربوع مدينه حافوز تحديدا من عين غراب. مع عين غراب مدرسة في ربوة عالية مطلة على سد جميل برشا وسد الهوارب وتحيط بها يعني بعض الأشجار الغابية ومشهد جبل ترزة يعني من غرب يعني حقيقة احنا عشنا معاكم هذه الأجواء اللطيفة. مستمعين الكرام ابقوا معنا ما زلنا معنا.